الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. اليوم طبعا موضوع جديد، دور المعلم في التخطيط لعملية التقويم، وأيضا دوره في بناء الاختبارات. هل للمعلم دور في عملية التخطيط؟ هل للمعلم دور في بناء الاختبارات؟ أنا بتصور أنه هو المحور الرئيسي في عملية التقويم، وخاصة مع الطلاب، وهو العمود الفقري في بنائه للاختبارات، وخاصة الاختبارات التحصيلية التي تكون من إعدادي. الاختبارات التحصيلية التي تكون من إعدادي. الآن على أرض الواقع لو جينا طبعا سألنا السؤال الاعتيادي، أنه المعلم احنا عرفنا أنه نذهب إلى المؤسسة الأكاديمية قبل اللي هو روحان الطلبة 10 أيام تقريبا، أكثر شوية أقل شوية، وهذا الأمر طبعا ليتعرف على الإمكانيات المادية والبشرية، ويتعرف أيضا على الخطة الدراسية، يقدم أو يؤخر، أو يرى بعض من الحاجيات المتوفرة داخل هذه المؤسسة الأكاديمية. منفعش أنه المعلم والله يروح يحضر تحضيره على فلاش معين بغية أنه يعرض للطلبة على LCD. لا يوجد LCD في المدرسة، ما الفائدة من تحضيره؟ يروح يطلب لوحة قلابة، لوحة مغناطيسية، لوحة وبرية، لوحة ضوئية إلى آخره من هذه اللوحات، وراح حضر شرائح لهذه اللوحة، ولا توجد هذه اللوحة في المؤسسة. يبقى هو تنه بروح عشان يتعرف على الأمور المتوفرة داخل هذه المؤسسة. الآن السؤال في دور المعلم أيضا في عملية التخطيط لعملية التقويم، عشان يصدر أحكاما على كل ما هو متوفر لديه، وعلى كل ما يمكن أن يلاحظه خلال الفصل الدراسي مع الطلبة. ما هي المؤشرات الدالة على قيام المعلم بدوره حتى نستطيع أن نحكم على المعلم بالقول أن المعلم يوجد لديه مؤشرات حقيقية؟ هذه المؤشرات تدلل دلالة قطعية أن المعلم قام بدوره في عملية التخطيط لعملية التقويم أو بنائه إلى الاختبارات لأبنائه فلذات كبده اللي هو المتعلم. رقم واحد، يحتفظ المعلم بسجلات العلامات. لاحظوا انتم، يحتفظ المعلم بسجلات للعلامات. من وين بدي يجيب العلامات؟ من خلال الاختبارات التي يقدمها الى الطلب. بيروح بصحح الاختبار وبده يروح يدون علامة هذا الاختبار، بده يدون علامة هذا الاختبار على ارض الواقع. الآن هل هذا الاختبار أنه مطلوب مني أنا أني أنا أدونه نهاية الفصل في الشهادة أو مش مطلوب مني؟ أنا الأمر لا يعنيني، أنا زي ما بقوله أنه هذه مسألة مطلوبة مني أنا كمعلم، والأصل أني أنا أنجزها سواء طلب مني أو من طلبش مني، لأنه أخشى ما أخشى أن يتعامل معي مرشد المدرسة ويقول لي بهمش لو سمحت فيدني عن الطالب الفلاني عشان بدي أنا أتعرف على تحصيله الدراسي، كيف أنا حفيد المرشد وأنا مش عارف هذا الطالب؟ وهل يا ترى إن الذاكرة التي أمتلكها كافية إني أنا أتعرف على جميع الطلبة اللي أنا بقوم بتدريسهم، صف الفلاني والصف الثاني والثالث والرابع، وخاصة إذا معاي أكثر من صف، وهذا في الغالب هذا لأنه عشان يكتمل الإصابة اللي هو المعلم. يبقى لو أجا المرشد وسألني، أو أجا المدير وسألني، أو أجا ولي الأمر وسألني، ما علي إلا روح أنا أفتح اللي هو الفايل لهذا الطالب، وإني أنا أطلع على الكوزات التي قدمت إلي وعلى النتائج التي حصل عليها. فبإمكاني إني أنا أقول علاماته في شهر 9 على سبيل المثال، في شهر 10، في شهر 11، في شهر 12، هذه علامات اللي هو ابنكو على أرض الواقع. وبالتالي إنه أنا تمني صلحت له الكوز اللي هو الاختبار، أعطيته أنا الكوز وقلته خلي والدك يوقع عليه. كلمة يوقع عليه على أساس إنه خلي والدك يشوف الكوز، يعني خلي والدك يتعرف على نقاط الضعف المتوفرة عندك. أي من الأسئلة أنت حليت، أي من الأسئلة أنت ما حليتش، كأني أنا بوصل رسالة لولي الأمر، يا ريت يا ولي الأمر أنه تتعامل معاي في إدارة المدرسة وتيجي على المؤسسة الأكاديمية ويصير بيننا اللي هو تنافح أفكار. كيف ابني عندك وأنا أقول لك ممتاز وضبطوه كمان أكثر، أو أقول لك عنده نقاط ضعف ايد بايدك على اساس نتخلص من نقاط الضعف. يبقى السجلات للعلامات لابد من توفرها للمعلم. وانا نصيحتي كمان لكم بكره ان شاء الله
حتتخرجوا بإذنه تعالى. بعد التخرج طبعا حتصيروا مدرسات بإذنه تعالى. وبالتالي انه هذا سجل العلامات لا يمكن بأي حال من الأحوال اني انا ابتعد عنه على الإطلاق او اني انا استغني عنه على الإطلاق واني انا اعتمد على الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى واقول انا حافظ طلابي. لا مش صح. رقم اثنين مين تقول؟ ايوة لاحظوا انتم هو رقم اثنين مرتبط برقم واحد. وجود حد ادنى في من الامتحانات بطلبها المدرس على اساس انه يروح يجريها على طلابه. انا تملي بتقول اللي هو الحد الادنى الاصل على سبيل المثال انه يكون في هناك اتفاقية وهمية بين المعلم وبين المتعلم انه يا جماعة ان شاء الله في كل شهر بدنا نعتمد ان اكوز. وبالتالي ممكن انه بعد اربع شهور من اربع اكوزات نحتج على بعض من الكوزات انه والله يعني يا استاذ لو سمحت انه انا ما توفقتش في احد الكوزات. ما الحل؟ يبقى الحد الادنى اللي انا اتفقت معاه اللي هو مع الطالب اللي هو انا اعطي كل شهر اكوز. لكن هذا لا يمنع اني انا اروح مكافأة مني لبعض من الطلبة الذين لم يوفقوا في بعض الكوزات بعض الاختبارات اني انا اقول يوم كذا في اللي هو اكوز لمن اراد ان يستبدل اكوز مكان اخر. يعني لمن اراد ان يستبدل درجة مكان اخرى. هذه طبعا تعزيز ومكافأة وزيادة في الدافعية من قبل المعلم. لكن الحد الادنى المتفق عليه يجب ان يكون بين المعلم وبين المتعلم. يعني رحنا اجينا ارضينا مرضناش شهريا في كوز. لكن بعد ذلك مكافأة مني اني انا بروح بقول يا طلاب يا طالبات ايش رايكم نعمل واحد اثنين ثلاثة. كأني انا بعطي فرصة لبعض من الطلبة الذين لم يوفقوا على ارض الواقع في نتيجة احد الكوزات انه يوضب حاله في كوز اخر او انا اعطي له اللي هو فرصة ثالثة. رقم ثلاثة هو وجود عدد من الاختبارات القصيرة. لابد ان يكون هناك عدد معين نتفق عليه ايضا في الاختبارات القصيرة التي يقدمها المعلم. رقم اربعة ايوة انتبهوا علي يعني خواتي. للأسف الشديد بعض من المعلمين كأنه ركبة سايق سيارة وبيهود فيها الهودة وبقول ما هي مهودة لحالها. حتى وإن كانت مهودة لحالها السيارة مش بدها واحد إنه يعمل لها كنترول إنها تروحش انحراف يمين أو شمال أو أضرب فلان أو أني أنا أعتدي على فلان وأنا سايق. بدها انتباه. الآن أنا وأنا كمعلم الآن بعطي أنا كويز معين مش صلحت الكويز بعد ما صلحته. الآن بإمكاني أنا أتعرف على معامل السهولة ومعامل الصعوبة ولا لا؟ السؤال اللي تجاوب بنسبة 80% السؤال اللي تجاوب بنسبة أقل من 20% بإمكاني أن أتعرف على أي من الأهداف السلوكية التي لم يتم توظيفها ولا لا؟ السؤال اللي ما تمش إجابة عليه معناها له هدف سلوكي معين. ما هو الهدف السلوكي كذا؟ يبقى هذا الهدف السلوكي لم يوظف من قبل المعلم بغض النظر ما هي المتغيرة. طب ما الحل؟ بعض من الطلبة كلمة كويز بخاف منها بتصبب عرق منها وأطرافه بتصير ترتجف. كويز فوبيا الاختبار قلق الاختبار بكرة عليك كويز جاك الموت يترك الصلاة. طب ما الحل؟ أنا بقول ما الحل إنه إحنا على أرض الواقع نقوم بعملية تنوع. أنوع أنا هدفي من التنوع عشان أتعرف على كافة من تكمل المهارات التي يمتلكها الطالب نتعرف على المهارات. اما انه انا اجي اقول يوم الخميس كويز الخميس الذي يلي كويز الخميس الذي يلي كويز اي ما هو بهمش. يعني حتى في اللغة سواء في الانجليزية ولا بالعربية كلمة كويز وكلمة اختبار انا صرت انا ميال لها ميلا سلبيا. انا بحكي بلسان الطالب. انا صار الطالب يكره حاجة اسمها اختبار والمعلم هو السبب في ذلك بطريق غير مباشر. كالدب الذي يحتضن ابنه حبا فيه فيقتله. طب الكلام مش صح. طب واحد منكم حتيجي تقول لي بهمش يا دكتور. طب يعني هل انت ضد الاختبار؟ لا مش ضد الاختبار. انا مع الاختبار والاختبار والاختبار. لكن انا مع عملية التنوع. انا مع عملية
التنوع هذه ضرورية، هذه ضرورية. البروتين اللي هو الحيواني أكرمكم الله، اللحم كويس ولا مش كويس؟ طب انت جربي افطري لحمة وتغدي لحمة وتعشي لحمة، شو حيصير؟ بدناش ندخل اللحوم في بيتنا، تتصور ايش صارت النتيجة؟ يبقى انا كمان تني انا انوع كمان. التنوع يأخذ احد اللي هو الامور التالية، اشتغل انا شفويا 5 في 6، فيش الا واحد جاوب من الطلاب، كلهم ما حدش رفع ايده، 5 في 6 واحد رفع وقال 30، اعتبر له اياها هذه تعزيز ولا مش تعزيز؟ اعتبر له اياها مكافأة ولا مش مكافأة؟ يبقى انا كمان بعد ما اني انا اعتبرتها لها مكافأة، معناه ذلك انه انا كمان زودت عنده الدافعية على اساس انه يحضر للمرة الجاية، وخاصة تني انا اقول للطلاب سقفوا لفلان، احسنت يا فلان، عيد الاجابة تاني، اعادة الاجابة لنفس السؤال. التقارير والبحوث، فلان مش موفق في الكويز، طب ما المانع ان انا اقول له اكتب بحث؟ ما المانع اقول له اكتب اللي هو ارتكل، مقال، اكتب تقرير، ريبورت، ما المانع؟ يبقى على اساس كمان اني انا اترك له الفرصة مرة ومرة ومرة الملاحظة المباشرة، وخاصة الناس اللي بيشتغلوا عملي، تحضير تجارب، تجارب ميدانية في المختبرات بغض النظر ايش هو المساق. انا بدي الاحظ على ارض الواقع وهو بحضر قاعد في التجربة، هو ماسك لبعض من الوسائل المعينة، هو بيشتغل قاعد وقاعد يقدم هذه المادة على هذه، هو قاعد بيحرق هذه المادة على اللي هو لها بالنار، وانا قاعد بلاحظ اما عبر اللي هو مباشرة او عبر اللي هو شاشة مرئية بتخلي كل الطلاب امامي على الشاشة وانا بتطلع على كل طالب على حدة. يبقى معنى ذلك انه كمان لو كان معي انا مايك معين وانا اجي اقول احسنت يا محمد، كان انا بدي اشعر محمد انه انا منتبه معك وانت قاعد تشتغل، يبقى هذه حتعطي تعزيز ولا لا كمان؟ يبقى على ارض الواقع في التجارب العملية تم يكون محمد هو المميز، فليأخذ محمد امتياز لأنه مميز. يبقى كأني أنا بترك له مجال آخر، يبقى هي بدل كويز غطى جزئية تانية. الواجبات المنزلية، ما هو قالوها زماني هويتين في الراس بوجعي، لن تنافع في الدراسة ولن تحلل واجباتك المنزلية. صعبة ولا مش صعبة؟ ايش رايكم؟ صعبة. يبقى على أرض الواقع أنا كمان بعطي له واجبات منزلية بمثابة تعيينات بغية أن يقرأ شاء أم أبى، لأنه بده يطلع على الإجابة وين راحت، سواء يروح لعند أمه، يروح عند سته، يروح عند أخته، يروح عند أبوه، يروح عند أي واحد. هذا السؤال مش فاهم، اشرح لي. هو كون أنك أنت استسلمت للسؤال وأنا بدي أشرح لك إياه، معناها أنه أنت فتحت دماغك على أساس أنك تنتبه إلى السؤال. المشاركة الصفية، دائما محضر ودائما برفع ايده ودائما بشارك ودائما ودائما، لابد ايضا من التعزيز. الاختبارات، اخيرا الاختبارات، لكن هذه كلياتها ليس بالضروره تجتمع في شخص واحد من المعلمين، ويجب على المعلم ان ياخذ ذلك بعين الاعتبار على اساس الفائده من هذا الامر اني انا لا اجعل كلل او ملل عند الطالب. عند الطالب رقم 5، مين يقول لي رقم 5؟ اخر واحدة. انتوا لاحظوا كلمة التنوع في اسئلة الاختبارات، التنوع في اسئلة الاختبارات، يعني اكبر مرة خطي واصغر مرة خطي عشان انوع؟ لا، التنوع معناها انه بدي انا اجيب اسئلة موضوعية واسئلة مقالية، لانه في حاجة اسمها عمليات عقلية دنيا وعمليات عقلية عليا، عشان اخلي الطالب يشتغل فهم وتذكر واستيعاب، ثم اخليه يشتغل على تطبيق وتركيب وتقويم، على اساس اني انا اخليه يشتغل شغل صحيح ويشغل عقله بمعنى الكلمة. بعض من المعلمين للأسف الشديد كله تذكر، لاحظوا انتم الاخت قالت كله تذكر، انه بعض من الاسئلة ضع صح او خطأ. ليش؟ اسهل الي في التصحيح، بعطيه لابني، بعطيه لبنتي، بعطيه لاي واحد من اصحابي، وبقول له خذ تسلف هالورقه، وبدي له نموذج اجابه. لكن الان لو هذا الطالب بده يشتغل على صح او خطا او اختيار من متعدد او صل العمود الف بالعمود بما يناسبه من العمود باء، معنى ذلك انه هذا الطالب ممكن ان يلجا الى ما يسمى عمليه التخمين. التخمين، ابقوا معي، اللي هي التخمين هناخدها قدام حاجة اسمها قانون العقاب لأثر التخمين. قانون العقاب لأثر التخمين اللي بيقول
سين ستار تساوي سين ناقص نون على لام ناقص واحد. حنأخذها بالتفصيل وحنشرحها بالتفصيل ونعرف انه فلان خمن ولا لا، وكيف بدنا نعرف انه خمن ولا لا، لانه يجي معادها. لكن الان نرجع مرة ثانية، الان على ارض الواقع ضع صح او خطأ. على سبيل المثال خمسة، انتبهوا معي على هالسؤال، زائد خمسة تساوي، بتديك اربع اجابات. ما هو ايضا صناعة اللي هو الاختبار لابد ان يكون صناعة ذكية. خذوا هاي الف، هاي عشرة، هاي الف هيات عشرة، هيات جيم هيات عشرة، هيات دال هيات عشرة. هاي اربع اجابات، خمسة زائد خمسة تساوي عشرة. عندي هيات عشرة 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 من وجهة نظري انا كمعلم. الان ما على الطالب انه يختار. بعض من الطلبة ما هو بنفعش اقول خمسة زائد خمسة تساوي سبعة او تسعة او عشرة او 11، لا، حيروح على طول مباشرة لهذه. ليش؟ لانه العشرة فيها صفر. تصوروا هنا كل يحتوي على اصفار. الان بيجي بعض من الطلبة بسموه التخمين الذكي، بيجي على هذه، على هذه رقم دال، وبروح قايل هذه مستحيل، وبيجي على هذه وبقول هذه مستحيل. لو سألناه ليش؟ بقول انا ذاكر خمسة زائد خمسة تساوي عشرة، واحد وصفر، هذه بصفرين مش هي. تخمينه ذكي. الان طب اختار واحدة، هل هي هذه ولا هل هي هذه؟ بقول انا في حيرة من امري، خمسة زائد خمسة تساوي عشرة، واحد وصفر، بس انا ناسي وين الصفر، هل هو على اليمين ولا على الشمال؟ يبقى اللي حط الاختبار موفق ولا لا؟ الاختبار بده يكون ايضا فيه من اللي هو يعني المهارات، على اساس انه يمتلك اللي هو هذه اسمها الفروق الفردي. عملية اخواتي التنوع، لابد اني انا انوع. ثم بعد ذلك بيجي دور المعلم. شو بده يعمل المعلم؟ ان يحتفظ بنماذج اسئلة. وانتم في الثانوية العامة كنتوا تحتفظوا سنة ال 2010 وال 11 وال 12 و13 و14 و15. ليش؟ عساس يصير حاجة اسمها تمثيل الامتحان. تمثيل الامتحان. انا ايش بدي اعمل في تمثيل الامتحان؟ بدي اروح اخذ من النماذج اللي سبقوني فيها زملائي، عشان ابدأ في البيت واعمل انا اختبار كأنه حقيقي، واروح انا اصلح لحالي كمان واتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة. المعلم هنا بده يروح عامل له بنك أسئلة. وزمان كان بنك الأسئلة صعب. كيف؟ إنه بده يأخذ نماذج ويختزلها. لا، الحين بإمكانه يأخذ النماذج ويصورها على سكينر ويحطها عنده على الورد، خبيها وقت الحاجة، أطلع عليها وأطلع وأطلع وإلى آخره، ما يمسهلها. الآن أنت أيها المعلم اللي أنت بتطبع الاختبار بإيدك، خلي عندك مخزون اختبار 2014، اختبار 2015، اختبار الفصل الأول 2014 إلى آخره. الآن إذا ما جاء موعد الاختبار، ما علي إلا أني أفتح على هالفايل تبعي وأروح أطلع هذا السؤال، لا هذا بدي أحذف هذا، بدي أقدم هذا، بدي أودي هذا، بدي أجيب هذا. يبقى كأنه امتلك نماذج متعددة وهو الصانع لها، وهذا ما يطلق عليه بنك خاص بالأسئلة. حذف، قدم، جاب. زمان كانت البرينتر اللي هو الطابعة كانت يدوية. هالحين ما شاء الله بتروح تحذف فايل كامل وبتقول هيه ايش خلانا احذف، ولا ما تزعليش برجع، تروح هوبا اللي انت مرجع. من خلال ما تقدم من دور المعلم في عملية التخطيط لعملية التقويم وبنائه الى الاختبارات، نستنتج ان المعلم هو المخطط لعملية تقويم. هو صاحب، هو رائد عملية التقويم داخل غرفة الفصل مع طلابه. ايضا انتبهوا علي، هل يا ترى كل ورقة معنونة عنوانها اختبار فهي تكون اختبار؟ اقصد انه هل ينطبق عليها شروط الاختبار؟ لا ينطبق عليها شروط الاختبار، لان الاختبار له شروط. شروط الاختبار الجيد ان يقيس ما وضع لأجله، أن يمتلك صدقا، يمتلك ثباتا، يمتلك مرونة، يمتلك فروق فردية، يمتلك توازنا إلى آخره. يبقى على أرض الواقع مش بالضرورة الورقة اللي معنونة باختبار إنه يقع عليها شروط الاختبار. هل من سؤال إلى هنا؟ مين حابب تسأل؟
أشياء بتواجهكم في المدارس، مين حاب تسأل؟ نيجي إلى نوعية ثانية، خصائص ومميزات الاختبارات المقننة. ولاحظوا أنتم، إحنا قلنا الاختبارات المقننة قسمناها إلى نوعين، اختبارات من إعداد المعلم واختبارات طبعا اللي هي المقننة. يبقى هذه الاختبارات اللي هو يطلق عليها كلمة اختبار. إعداد المعلم له اختبار، والمقننة لها اختبار. وبدنا ننتبه أخواتي إلى أن اختبار المعلم له خصائص واختبارات المقننة لها خصائص. كل نوع من الاختبارات لها خصائص. نيجي نأخذ الاختبارات المقننة. ما هي خصائص الاختبارات المقننة، المقننة المنشورة التي تميزها عن الاختبارات التحصيلية اللي من إعداد المعلم؟ أعيد مرة ثانية، ما هي خصائص الاختبارات المقننة المنشورة التي تميزها عن الاختبارات التحصيلية اللي من إعداد المعلم؟ رقم واحد، أيوة، يقيس الاختبار المقنن مجالاً واسعاً نسبياً من محتوى معين ويتضمن نواتج تعلم عامة ومشتركة لا تعتمد على أسلوب المعلم والكتاب المقرر. لاحظوا أنتم كلمة يقيس الاختبار، احنا بنحكي على الاختبارات المقننة، مجالاً نسبياً واسعاً. شو يعني؟ مين تقول لي إيش هذه الجملة؟ شو يعني؟ أقولها أنا؟ إنه بقيس المادة كلها من أول درس فيها لآخر درس فيها. مش إنه بقيس جزئية محددة وحدة أو فصل. لا، المادة كلها من أول لآخر. كويس. مين كمان؟ إنه بقيس المادة، ومش شرط كمان إنه الكتاب المقرر، أي معلومة تختص في هذه المادة بقيس. كويس. مين كمان؟ كويس منكم. عشان هيك بنقول احنا يقيس الاختبار مجالا واسعا نسبيا من محتوى معين. لاحظوا كلمة محتوى معين، هاي محتوى معين، الجزء من المحتوى، الجزء من المحتوى بنلاقي فيه أسئلة دقيقة، أسئلة دقيقة. عشان هيك بنقول مجالا واسعا نسبيا، يعني زي ما بقوله انه بدخل الى الاعماق في المحتوى او في جزئية المحتوى. لذلك بنلاقي اهدافه السلوكية دقيقة وكثيرة، لانها تتفرع وتدخل في اللي هو الفروع، ما بيجيش اللي هو في العموميات، لا، في الاشياء الخاصة من المحتوى. لذلك بنقول انه يقيس مجالا واسعا نسبيا من محتوى معين، وقد يكون من اللي هو أكثر من محتوى، يعني زي ما قالت الأخت المنهاج ككل. ثم بعد ذلك يتضمن نواتج تعلم عامة ومشتركة. نواتج التعلم، مدخلات، عمليات، نواتج تعلم اللي هي المخرجات، المخرجات. الآن هل بالضرورة أن أعتمد عما جاء في الكتاب؟ لا، غير الكتاب في أسئلة بنسميها اللي هو أسئلة استنتاجية. المعلم هو بشرح، الأصل إنه يتطرق إلى الكتاب فيه. على سبيل المثال الاختبار من إعداد المعلم، الاختبار المقنن، فش في الكتاب مقارنة. راح اللي هو السؤال اللي أجاني من الاختبارات المقننة، أذكر أوجه اختلاف وأوجه تشابه بين الاختبار اللي هو التحصيلي من إعداد المعلم والاختبار المقنن. مش موجود هذا في الكتاب، لا، هو من بين اللي هو أسطر اللي هو الكتاب أجانا السؤال هذا. عشان هيك بنقول إنه مجالا واسعا نسبيا من محتوى ايضا معين. اثنين، الاختبارات المقننة، اختي، يقوم باعداد فريق من المختصين في المناهج والقياس النفسي بحيث يتولى اعداد مراكز القياس ومن حيث الجهد والتكاليف خارج حدود قدرات البحث. لاحظوا انتم، الذي يقوم باعدادها تيم، فريق. هذا التيم او هذا الفريق مش اي ناس، متخصصين، متخصصين وخبراء مؤهلين إلى صناعة هذا الاختبار، إلى إعداد هذا الاختبار. هؤلاء طبعا الناس طبعا لازم يكونوا متخصصين في القياس النفسي وفي المناهج، وعلى أرض الواقع بيعمل الاختبار بما يتناسب مع الفروق الفردية للمرحلة العمرية التي يقدم إليها الاختبار، للمرحلة العمرية التي يقدم فيها الاختبار. رقم ثلاثة، اللي ورا بدي اسمع صوتكم. رقم ثلاثة، اختي انتي. ما بعد ظروف
ايش يعني زملتك وحكت الكلام انه يطبق في ظروف وشروط معياريه موحده للجميع. انتبهوا علي عشان هذه كثير من المدرسات والمعلمين بوقعوا فيها. الان احنا عندنا مدرسه، هاي مدرسه، خلينا نعمل رسم كروكي. هاي مدرسه، هنا في شارع، هاي شارع، هنا في سكن، بيوت سكنيه. ولاحظوا انتم احد الصفوف موقع حهان، واحد الصفوف جوا موقع حهان. الان هذا الصف اللي هنا على امتحان، وهذا الصف اللي هنا على امتحان، لكن هذا الصف اللي هنا تتوفر فيه الهدوء وشروط تقديم الاختبار. فيش اي ضوجة ولا ضوضاء ولا تلوث صوتي ولا تلوث سمعي ولا تلوث اي حاجة. لكن هذا اللي هنا على ارض الواقع، هنا في شارع، في زمامير للسيارة، والسيارة احنا بنقدرش نقول له ما تزمرش، لا بزمر ومزمر ومشى. يبقى هذا له الان تأثيرات على الطلبة وهم بيقدموا الامتحان ولا لا؟ طب انا ايش دوري انا كمعلم؟ اروح اهدم هذه الغرفة ولا ايش اعمل انا؟ بروح بستأذن زميل الي ما عندوش اختبار مع طلابه، وبروح باخذ الطلاب اللي هنا بقول له انقلهم على هنا على اساس انه اقدم هنا امتحان، وهنا امتحان للطلاب على اساس انه قدر المستطاع عملت انا معايير متفق عليها، عفوا معايير موحده للجميع. والمعايير اللي هو المحك على ارض الواقع كان ثابت للجميع. معنى اني انا عملت معايير ثابتة للجميع معناها انه الثبات اللي هحصل عليه قدر المستطاع عالي ولا مش عالي؟ عالي. رقم 4 اختي، لاحظوا انتو كلمة تصحح اجابة المفحوص الطالب، انا بدي اصحح اجابة الطالب اللي قدم الكويز، اللي قدم الاختبار، اللي قدم اللي هو الاختبار المقنن بدرجة عالية من الموضوعية. أنا بديش أصير أقول يا أيها المعلم، لا أمانة يعني دير بالك إنه موضوعية، لا، في عنا إحنا نماذج على أرض الواقع، وهذه النماذج طبعا لابد إنه نأخذ بعين الاعتبار إنه التصحيح فيه له آلية معينة حنأخذ فيما بعد، اللي هو كيف بدنا نصلح الاختبار بطرقه الثلاثة، اليدوية والشبابيك المثقبة و التصحيح الإلكتروني. رقم 5 تفسر النتائج على هذه الاختبارات في ضوء معايير محددة يتم اشتقاقها في خطوة من خطوات إعادة الاختبارات المحكية الاختبارات المعيارية. طبعا احنا هنأخذ قدام الاختبارات المعيارية والاختبارات المحكية، وعشان نعرف انه الطالب الفلاني تنو يكون الاول على الصف، لاحظوا بنقول الاول على الصف وباخذ جائزه لانه الاول على الصف، لكن قديش النسبه تبعته؟ على قد صفه لا تعنيني النسبه، هو الاول حتى لو جاب 90%، لكن صف ثاني الاول على الصف طلع 99 هذاك على الصف. حناخذها بالتفصيل اللي هو المعياريه والمحكيه، ونشوف اللي هو على الصفوف ككل بل على البلد ككل بل على الدوله ككل، حناخذها بالتفصيل. لكن انا بيهمني الان تفصل النتائج في ضوء معايير محدده يتم اشتقاقها في خطوه من خطوات اعداد اللي هو الاختبار. انا بهمني اني انا اصلح الاختبار لابد اني انا اقوم بتفسير هذه النتائج على ارض الواقع، يعني بده يكون في عندي انا سلم معين انه من الى يعتبر كذا، من الى يعتبر كذا، وبالتالي انه في عندي معيار معين انا حاطه ضمنا، وجميع الطلبه طبعا عارفينه على اساس انه يصير التنافس الحقيقي. يعني اني انا اجي اقول انه والله المقبول علامته هالقد، الجيد علامته هالقد، الجيد جدا علامته هالقد، يبقى في عندي معيار معين وهكذا. نيجي انا شفت رفع انت ايدي بدك تسالي. طب قولي رقم 6. يتوفر فيها درجه عاليه من الثبات اذا ما قرن الاختبار التحصيلي من اعداد. طبعا الثبات اخواتي، الثبات اعاده الاختبار مره ثانيه بعد مضي شهرين تقريبا، بروح بعيد الاختبار. الاصل انه يروح يديني نتائج متكافئه مع نتائج الاختبار الاول، بس بشرط انا دوري
اني اثبت قدر المستطاع المتغيرات على نفس العينه. اثبت المتغيرات قدر المستطاع. ما انا بهمش، انا بقدر اثبت المتغيرات، لكن والله انه الكهرب يطفي او انه يجي او مش عارف ايش، هذه المساله ما مش عارف اعمل لها حل، بدها مطور وبدها غلبه وبدها وبدها. الناس بيطلعوا قاعدين على الطابق السادس في الاسانسير، طب الكهرب مش جاي، حتتفضلي تطلع على رجليكي. يبقى على ارض الواقع في بعض من المتغيرات استطيع ان اوفرها، وبعض من المتغيرات لا استطيع ان اوفرها. لذلك بنقول بقدر المستطاع ان تكون المتغيرات الى حد ما متكافئه متكافئه. لكن انت وانت جاي من البيت ما جيتيش ركب في سياره، جيتي مشي، السياره وانت ماشيه بنشر العجل الى اخره، هذه متغيرات كمان خارجه عن اراده المعلم ولا يستطيع التحكم فيها على الاطلاق، ولا يستطيع التحكم فيها على الاطلاق. هل من سؤال الى هنا؟ تفضل. الاختبار اللي بدي يعيده غير عن الاختبار الاولاني؟ هو احسنتي. نفس الاسئله بزملتكم بتقول الاختبار اللي بده ينعاد في الثبات غير عن الاختبار الاول. لا، هو الاختبار كمان مره. هو احنا ليش طولنا المده الزمنيه شهرين؟ احنا ليش عملنا، إذا بتتذكروا اللي هو التقويم القبلي، الإجازة كفيلة إنها تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. لذلك بدي أتعرف على الأهداف السلوكية التي تم تدريسها. الآن الاختبار أنا بعيده هو وبثبت المتغيرات، وإلا إذا اختبار آخر ليش أنت خليتيه شهرين؟ ما تعملي تاني يوم اختبارك ولا لا؟ مين كمان عندها سؤال؟ الآن خلينا نرجع مرة ثانية، ما هي الخطوات العامة في تطوير الاختبارات المقننة؟ ما زلنا في الاختبارات المقننة ولم نبدأ بالاختبارات التحصيلية اللي من إعداد المعلم. رقم واحد، أنا بيهمني دائما تحديد الغرض من الاختبار. هل من غرض من وراء هذا الاختبار ولا ليقال إني أنا عملت اختبار؟ يعني هو في فرق إني أنا أعمل اختبار ليقال، او اني انا اعبي في النوت عندي ان انا عملت 3 اختبارات في اسبوع واحد. والله برافو، طب اديني نتيجة اللي هو التحصيل عند الطلبة، طب اديني نواتج التعلم عند الطلبة، لا يعنيني وش هالاختبار اللي انت عامل. وبنفعش ان انا اعمل اختبار للطلبة نتيجة انهم كانوا يشاغبوا، نتيجة كانوا يشاكسوا، نتيجة كانوا يعملوا ضوضاء داخل غرفة الفصل. لا، في بيكون غرض مسبق. 2، تحديد مجال السمع او تحديد المحتوى والمكونات الفرعية اللي داخلة في الاختبار، على أساس أنه ما أوقعش أي ظلم على أي طالب على الإطلاق. صياغة الفقرات، الفقرات تكون مصاغة صياغة صحيحة لا لبس فيها ولا غموض. إخراج الصورة الأولية لكراسة الاختبار، طب إيش الفائدة من إخراج الكراسة الأولانية؟ لأنه أنا آسف، كثير من الاختبارات بعد ما توزع على الطلبة بيجي المعلم وبصير يقول يا بنات افتحوا معايا السطر الخامس صلحوا كذا وكذا، السطر السابع صلحوا كذا وكذا. طب يعني انت عملت انت مثيرات منفره عند الطلبه وهم بيقدموا في الامتحان. ليش؟ لانهم بعمليات عقليه دنيا، وتروح تقول لهم انتبهوا بي اتنشن تو مي، انت خلبتهم هيك وخوفتهم ورعبتهم، ورغم انه هو واقع عليهم الرعب مسبقا لانه فوبيا الاختبار. اخراج الصوره الاوليه، ورقه الاسئله اطلعها واطلع عليها واشوف اذا بدها اي تعديل او ما بدهاش تعديل. إخراج الصورة الأولية اللي هي تبعت فوبيا الاختبار. الآن أنا ليش بطلع أنا نموذج؟ أنا الآن طبعت الاختبار، أو السكرتير المدرسة طبع لي الاختبار، أو أجاني الاختبار. الآن على أرض الواقع الاختبار اللي أجاني، هل تصويره صحيح؟ تصوير تبعه، ولا إنه والله في سطر مش مبين وسطر مبين وصير أنا أترجم لهم في السطر؟ هذا الكلام مش صح على الإطلاق. يبقى لازم ان انا اطلع نموذج معين، ويمكن انتم بتلاحظوا انك بتروح تصوري ورقه معينه بتلاقي انه تصوير هذه الماكينه احسن من الماكينه هذه. الان مين الضحيه؟ حيطلع الطالب. طب ما الطالب عنده فوبيا الاختبار، هو قلقان من حاجه اسمها الاختبار، فما ادراك امتى هتكون عنده بين ايديه ورقه ويصير يقول بهمش لو سمحت يا استاذ السطر هذا مش مبين اقرا لنا اياه. وين رحنا؟ مين كمان عنده سطر مش مبين؟ مين عنده سطر ممحي؟ مين عنده كذا الى اخره؟ لا، بدها هذه تكون اللي هي يعني في عندي دقة في استخراج اللي هو الاختبار. التجريب الأول للاختبار على عينة صغيرة اللي هم بسموها هذه عينة استطلاعية، إن شاء الله
في الماستر بتخدوها بالتفصيل. عينة استطلاعية، عينة استطلاعية. تحليل الفقرات، أنا بدي أحلل الفقرات، كل فقرة من الفقرات وين في معامل صعوبة عالي، وين في معامل سهولة متدني، وتعرف على الفقرات هل هي صحيحة في موقعها ولا مش صحيحة. ثم بعد ذلك أتعرف على الخصائص السيكومترية للاختبارات، يعني أتعرف على الصدق والثبات اللي أنا بتكلم قاعد عنه. الصدق اللي هو هل قاس الاختبار ما وضع لأجله ولا لم يقيس الاختبار ما وضع لأجله. يعني هذه بتيجي مع رقم واحد، الغرض من، هل في عندي غرض مسبق ولا لا. أنا بدي أقيس الفروق الفردية بين الطلبة في محتوى معين، عشان هيك شاغبوا أو ما شاغبوش أو قاعدين عاجلين الاختبار لابد من تقديمه، لابد من تقديمه. لكن بديش أعمل فعل ورد فعل، وزمان نيوتن قال لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه، مش هيك؟ لكن نيوتن عند البعض لكل فعل رد فعل أكبر منه في المقدار من جميع الاتجاهات، مصيبة بتصير. أنا بديش نتيجة أنك أنت شغبتي أيتها الطالبة أني أنا بدي أنتقم منك في الاختبار، وكأنه الاختبار أصبح عبارة عن مثير مخيف. اقعد عاقلي ما فيش اختبار، مش صح. إعداد دليل الاختبار وتجهيزه للنشر. الدليل طبعا إيش تعليماتك للاختبار؟ اكتبي بقلم أزرق مش بقلم أحمر مش بقلم رصاص، هاتي محايتك هاتي برايتك هاتي. هل إني أنا أستخدم الكالكولس اللي هو الفيكس 82 الكالكوليتر ولا ما أستخدمش؟ كل هذه التعليمات خلي لي إياها في الصورة. هل أفتح جوالي؟ هل ممكن إن أنا أفتح جوالي وأجري عليه عمليات كالكولس عمليات حسابية ولا ممنوع؟ إلى آخره. هل الملاحق أنت تديني إياها ولا أنا أجيب ملاحق معاي؟ كل هذه الأمور لازم أنك أنت تخلي الطالب في الصورة على أرض الواقع. هل من سؤال؟ آه. فيما يتعلق بتحديد الغرض من الاختبار، شو من الصح أنه يعتمد المعلم الاختبار لأجراء الطالب أنه عشان هم مش محضرين؟ يعني نتيجة أنهم مش محضرين أعمل لهم اختبار؟ ويعتمدوا بعد هيك؟ ما هو على أرض الواقع، يعني ما الغرض من وراء هذا الاختبار؟ واضح جدا انهم نتيجة اللي هو الشغب تبعهم، الفوضى اللي عملوها في الصف بدي اعمل لهم اختبار. تتوقع الطالب وهو قاعد في حالة فوضى هل ذهنه مركز في الاختبار؟ طب احنا بنقول دايما انك بدك تعمل اختبار تعمليش لطلاب جايين من حصة الرياضة، يعني بعد الرياضة مباشرة تعمليش. ليش؟ لانه الكالوري عنده الطاقة عنده عالية ولسه مجهد ولسه عرقه ولسه ولسه الى اخره، فلسه لا يمكنه انه يمسك القلم ويقعد بحالة بالانس اتزان. فما ادراك انه انا اقول لهم مدام بتشاغبوا اختبار. طب ما خلينا نكون واقعيين، انا عندي الان نتيجة تنبؤية انه النتيجة اللي حيحصلوا عليها مش موفقين، يبقى معنى ذلك الغرض من الاختبار الانتقام كان وليس اللي هو التعرف على الفرق الفردية. لو ما شغبوش هل انت كمدرسة المستقبل حتعطي اختبار؟ قولي لا، يبقى انت اعطيت الاختبار نتيجة اللي هو شغب معين، فيش شغب كان فيش اختبار، يبقى لا يوجد غرض من الاختبار. مين كمان عنده سؤال؟ اي سؤال؟ يبقى ان شاء الله المحاضرة القادمة اللي هو شروط الاختبار التحصيلي وخصائصه من اعداد المعلم. شكرا لكم، السلام عليكم.